إديسيون الذوبة ميوزيك نقدم لكم الشاب الحبيب علوي بمشاركة السوديو الفافيش عذابة والبرع الشيخ هذا المهيوي يحيى الشبعي باجر اللي حاضر معنا والعمور الصغير وجبدها الفافيش وانا تشرب قرعة وانا نشرب ربعية ولا في المحاتي وين مكانو في مطرقي مراد كاميرا من اللي حضر معنا ويحيي الشم جمال دين ويحيي وليدات أولاد ناصر وين مكانو يا قلت لي فوتني ما تعوديش تصوني وعندي اللي تبغيني معها فين تغني يا قلت لي فوتني ما تعوديش تصوني وعندي اللي تبغيني معها فين تغني واه يا الحبيب خويا يا الغادي مشوار هادي رمزية وسنة الزيخة راكي في زمان ها فهمنا يا حبيب خويا وش راه صاري فهمنا قول يا زينة الخدود راه القلب يحبها يا كون جبني كل ورود ونجينا خطبة يا زينة الخدود راه القلب يحبها يا كون جبني كل ورود ونجينا خطبة في خطر الشقيري من احتلق رسيف وما يحب قلبه خاطرك اخويا احمد بن جربوح حبيبتك ايمان وانا تشرب قرعه وانا نشرب ربعايا ولا جال محمتي اللي زيداني فقعه وانا تشرب قرعه وانا نشرب ربعايا ولا جال محمتي اللي زيداني فقصه خاطرك ابو فرجال عموري والشيخ حميد صاحبي هشام وتوفيق وقاع الحبيب اللي يحبونا الطب شوه يا واش تساليني ولا ما فرقتيني وراكي عذبتيني زدتي كملتيني يا واش تساليني ولا ما فرقتيني وراكي عذبتيني زدتي كملتيني والله اخويا حامد بالطاحي وطريق السحيل خاطر حسن العلوي وعبد الكريم عزوز وانا سنباك الصغير والكبير يا درنا نتلاقى وانت يا ما جيتي شبرا في التليفون راه ما تكفيش يا درنا نتلاقى وانت يا ما جيتي شبرا في التليفون راه ما تكفيش يا كون جبك ورود ونجينا خطبك يا زينة الخدود راه القلب يحبها يا كون جبك ورود ونجينا خطبك يا واش قلبك حجرة ولا صنعه من لحدي وانصوني ولا نجيت من البعيد يا واش قلبك حجرة وما صنعه من لحدي دا كل يوم انصوني ولا نجي من البعيد يا قدوات تستاهل